هنا أن الإمارات أطلقت نعم مبادرة مصطفى. إنسانية بالتنسيق وبالتعاون بين مختلف الهيئات المعنية بينها وزارة الخارجية وهيئة الطوارئ والإقامة والجنسية لمساعدة ولمن يرغب نعم. من العاملين في القطاع الخاص للتوجه إلى بلدانهم، لكن رغم ذلك ما زالت دول ترفض استقبال مواطنيها وما زالت المشكلة عالقة هنا. شكرا لك مصطفى سكحال، كنت معنا من دبي، وشكرا لك أيضا حيدر العبدلي، كنت معنا من عمان.